مشاهدينا الكرام ننتظر انطلاقة هذا الشوط استعداد لهذه الانطلاقة. فتحت إذن البوابات وانطلقت مهرات الانتاج عمر السنتين التي لم تكسب والتي تشارك للمرة الأولى. لدينا 6 أسماء تشارك للمرة الأولى في هذا الشوط في انطلاقة سريعة. مشاهدينا الكرام يبرز في المقدمة الآن خزامة من الخارج في المركز الأول، ومن الداخل هناك منافسة أيضا من بقية المهرات على التقدم في هذه الأثناء. مشاهدينا الكرام أعزائنا المتابعين، الانطلاقة خفى على ما يبدو في المركز الأول من الداخل، ومن الخارج المنافسة من بقية الأسماء. خزامة وكذلك العند قادمة في هذه الأثناء مع الاقتراب مع بداية الخط المستقيم. المنافسة القوية ما بين مهرات الانتاج عمر السنتين من الداخل مشاهدينا خفى، ومن الخارج محاولات للتقدم من العند في هذه الأثناء، وأيضا بقية الأسماء المتنافسة في هذا الشوط خفى بقوة. تتقدم المحاولات، تأتي إذا من السنيس في هذه الأثناء بدخول قوي ودخول موفق ما شاء الله تبارك الله. تتقدم نسانيس بشكل متميز لتظفر بنتيجة هذا الشوط ومسافة الألف.